ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نصوم. على فكرة الصيام مش بس في رمضان، صيام كمان عن العلاقات المؤذية اللي بنقابلها في حياتنا. تعالوا كده نجرب ونعمل كده. تعالوا نصوم عن اي حد بيقلل مننا، تعالوا نصوم عن اي حد لو عملنا اي فكرة جديدة او مشينا طريق او يعني بنعمل لنفسنا مستقبل، حتى يقول لنا يعني هتوصلوا لايه، ايه اللي انتوا ممكن توصلوا له بيهد فيكم بمعنى اصح. تعالوا نصوم عن زعلنا عليهم وعن عتبنا ليهم. بس في ناس بتصبر شوية وتقول يمكن يفهموا يمكن يقدروا. بس عايزة اقول لكم اوعوا تخلقوا لحد اي مبررات، واوعوا تحاولوا تفهموا حد، لانكم هتتعبوا نفسكم واللي قدامكم ده مش هيفهم اي حاجة. في مقولة كده بتقول صوموا تصحوا، هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله في العلاقات المؤذية. ليه بقى؟ علشان نحافظ على نفسيتنا ونحافظ على اي فكرة احنا بنبنيها حد يهدها، ونحافظ اننا احنا نفسنا ما نتهدش. بصوا يا جماعة، الصيام في رمضان اخر فطار، بنفطر كل اللي احنا نفسنا فيه، كل حاجة تتخيلوها. بس الصيام في العلاقات المؤذية صيام من غير فطار.